تخلق احمد غيولي كيهضر بالانجليزيه. I'm your AI clone voice, fluent in multiple languages and ready to help you create with ease and efficiency. ونسمعوا عاوتاني خلق تيهضر بالعربيه. انا صوتك المستنسخ بالذكاء الاصطناعي. اتحدث بطلاقه عده لغات ومستعد لمساعدتك على الابداع بسهوله وكفاءه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي بروين، كيف حالك؟ كيف حالك؟ قالوا لي على انك راسك بحال الطنجره، ولربما والله اعلم بحال الكوكوت. ايها الاحباء، نحن دائما في خدمتكم ونبحث لكم على كل ما هو جديد وجميل. لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وتعليقاتكم القيمة، ولا تنسونا من خليص دعائكم. تحيه أخوكم أحمد خلوق، والسلام. دوبنا عدل في عالم لينا، نجعل الحلم حقيقة لا استسلام. نسير في خطى البرمجة السريعة، بالتشارك نفتح كل القفول والسماء. أبطال البرمجيات في كل مكان، يتبادلوا نعلمهم بكل الأزمان. من شاشة لشاشة تنتقي معهم أفلاك التكنولوجيا، تجعلنا فرسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم أحمد تخلوق، يحييكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة نسخ الصوت بهذا التطبيق، ولو أنني كنت مناويش أنني نشرحه. الفيديو السابق قلت فيه ما غاديش نشرحه كامل، نظرا بعد الإخوة طلبوا مني نوريهم طريقة نسخ، قلت ما فيها بس نتقاسمها مع الخوت ديالي. التطبيق ديالنا هو هذا. أولا باش نفهموا واحد المسألة بالنسبة للقارئ اللي كنخدم به دابا حاليا، وهو تولكباك، يعني قارئ أخر الله أعلم أنا ما جربتوش، باش حنا نتفاهموا. ما جربتش شي قارئ اخر على هذا التطبيق، وحنا ملي غندخلوا غنفهموا علاش قلت هذه الهضره هذه. اولا ملي كندخلوا للتطبيق وكنحلوه، يعني رفيت منكم حليتوه، كيبقى يدوز بوحدو. حنا كنبقاو نتصنتوا حتى نوصلوا للبلاصه اللي بغينا وكنكليكيو، تفاهمنا. دابا غندخل وغادي نتصنت باش نوصل للبلاصه اللي بغيت، غادي نكليكي عليها. علاش انا قلت هذا الشيء في الاول؟ لان مع الناطق ما غيخلينيش، ما بين الصوت ديالي وصوت الناطق يمكن هناك تضارب وما غاديش تسمعوني مزيان، لهذا انا قلت هذا الكلام مسبقا. ندخلوا للتطبيق ديالنا. فيلمغا هو فيلمغا اي كابتيون صفحه 1,073,741,800 تكست تو سبيتش صفحه 1,073,741,800 كيرف صفحة 1,073,741,800 Object Tracking صفحة 1,073,741,800 5 Device Cloning صفحة 1,000,000 Device Cloning I'm going to show you how to clone your voice. أنا غنديرو stop. Record at least 10 seconds of your voice. نديرو stop ونمشيو نديرو Try now. هكذا فيلمغا كتجينا هاد الواجهة هادي، نقراوها ها هي. تكون تسجيلاتك مشفرة لضمان أن تبقى آمنة، وتستخدم فقط لإنشاء استنساخات صوتية عبر استخدام خاصية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي. تكون مسؤولا عن التسجيلات التي تقوم بإنشائها، لا تستخدم أي محتوى صوتي أو محتوى من جهة خارجية تابعة لآخرين من دون إذن. لا يتحمل فيلمغا مسؤولية أي سوء استخدام أو مشكلة قانونية تنتج عن استخدام التسجيلات غير المسموح باستخدامها. نفاليديو. سجل الآن غير مفعل. غير مفعل. فاليديو. عبر استخدام هذه الميزة تؤكد أنك توافق على شروط الخدمة. واو، سياسة الخصوصية. هذا هو السبب اللي قلت لكم أنا مخدم تولكباك، ما مخدمش أي محرك آخر، وما جربت حتى شي محرك آخر، باش نكونوا متفاهمين. هنا كاين واحد الزر عندنا هنا لتحت في القنت، ما كينطقوش ليا أو ما كيتعرفش عليه تولكباك. واحد الزر كاين هنا في القنت، ما كيوصلوش كاع الكرسور، ما تيوصلوش. مهم المبصر او اللي كي عنده ضعف البصر يقدر يبان ليهم. غنمشي دابا نطفي التولك باك ونكليكي عليه. امكانيه الوصول هكذا. تعديل الاختصارات ايقاف تولك باك. نعاود نخدم التولك باك هكذا. تشغيل تولك باك كليكيت عليه فاذا به قال لي سجل الان. سجل الان هي دابا طلعت. نكليكي عليها هكذا. فيلمغا تم رصد رمز التالي من اسم واحد. وهنا عطاني الميكرو ها هو. ريكورد بي تي ان. ندير واحد التجربه نشوف. هل تريد السماح لتطبيق فيلمغا؟ ندير تسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات أخوكم أحمد خلوق. تم رصد رمز التالي من اسم واحد. نشوف هنا اش عطاني. تسجيلاتي. تسجيلاتي وهنا انشاء. انشاء نديرو انشاء هكذا. شارين استنساخ الصوت
نتسناو حتى يكمل على حسب سرعة الانترنت. هذه المسألة هذه راه معروفة، لأن إذا كانت الانترنت خفيفة راه غيدوز بواحد السرعة. نشوفو فين وصل. جاري نستنساخ الصوت، نخليو حتى يكمل. فيلمها هو كمل، عطانا جوج ديال الخيارات. عطانا الخيار الأول العربية وعطانا الإنجليزية. إنجليزية، خلق أحمد غيولي كيهضر بالإنجليزية. نشوفو نسمعو جميع. I'm your AI clone voice, fluent in multiple languages and ready to help you create with ease and efficiency. ونسمعو عاوتاني خلق تيهضر بالعربية. أنا صوتك المستنسخ بالذكاء الاصطناعي، أتحدث بطلاقة عدة لغات ومستعد لمساعدتك على الإبداع بسهولة وكفاءة. دابا هاد الصوت هذا يمكن لي ندير به فيديو بالذكاء الاصطناعي كما شرحت من قبل في الفيديو السابق. نشوفو كيفاش نحفظوه. أولا غنمشيو هنا حفظ الصوت. حفظ الصوت غندخلو ليها هكذا. فيلمها هنا كيعطينا باش نحفظوا الصوت ضروري خصني نتسجل بجوجل مثلا. قم بالتسجيل عن طريق جوجل. انا ما غاديش نسجل الصوت ديالي لانني غير كنشرح فقط. غادي نحاول نرجع ونمشيو نديرو تجربه على صوت اخر. يعني الا مشيت تحفظت الصوت غيدخل ليا مع الاصوات الاخرى اللي عاطيه ليا التطبيق. تيقول لك ضروري خصك تسجل باش تحفظ الصوت. انا باش نحفظ الصوت غادي نخرج نعاود ندخل مدو جديد. نديرها شاشات ونوي الرئيسيه اغلاق الكل. اغلاق الكل. شاشات ونوي شاشات التطبيقات الصفحة وندخل فيلمها التطبيق فيلمها. ونفس الطريقة اللي درنا في الأول غنديروها في الثاني. يعني هنا غنتصنت إيكابتيون صفحة 173 مليون و741 ألف وثمانية تكست تو سبيتش صفحة 173 مليون و741 ألف وثمانية و23 من مليارين و147 مليون و483 ألف و646. Hi, I'm Alex. I'm one of the AI voice from Filmora. بدون تصنيف. Creating human sound. درنا لي ستوب. يعني حتى نسمع تكست تو سبيتش عادي يمكن لي نكليكي كما وريتكم في الأول. هنا غادي نهبط لتحت وغادي ندير ونكليكي عليها فيلمها. وهنا عندنا اشكال اخر اللي هو تولك باك. تولك باك ما كتوافقش ليا مع الصور، تقدر توافق ليا مع الفيديوهات ولكن الصور لا. بحال مثلا عندنا هذا منتصف الليل 27 دقيقة هو كيتوافق ليا. 8:14 الصورة 1:21 دقيقة ما كتوافقش ليا معها بتاتا. ها هي كنحط عليها صبعي وما كيبغيش يتوافق ليا معها بتاتا. هنا غادي نمشي قلب رسم نقلب على فيديو نافذ فيديو لا صورة نكليكي على هكذا صفحة 3 من 3. انا من دخلت للصور ما كيعطينيش انني نسيليكسيوني حتى صورة. نهبط لتحت وغادي نشوف مثلا يستورد غير مفعل غير مفعل. غنضطر انني نوقف التولك باك هكذا. أمكانية الوصول هكذا. تعديل الاختصارات نطفي التولك باك ايقاف تول باك ونمشي نسيليكسيوني صورة نحط على اصبعي اي صورة ونعاود نخدم التولك باك هكذا. تشغيل تول باك فيلمها اي ريسورس كلوز. هنا ثاني يستورد يستورد نستوردو هاد الصورة غير مفعل فيلمها بي تي ان اندو غير مفعل تم رصد النص من منتصف الليل. وهنا غنهبط لتحت اسلوب ونقلب على النص ديال الكلام لا نموذج لا الخط هادي نعاود نموذج الخط هادي كليك عليها بحال هكا اسلوب نموذج ادخلوا النص لصق. هو ايها الاحباء نحن دائما في خدمتكم ونبحث لكم على كل ما هو جديد وجميل. لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وتعليقاتكم القيمه ولا تنسونا من خالص دعائكم. تحيه اخوكم احمد خلق والسلام. هنا غادي نرجع من الكلافي الرجوع نخرج من الكلافي لوحة المفاتيح مخفية وغنطلع الفوق غنقلب على هنا هاد النص هذا اللي كتبت دابا حاليا. أيها الأحباء نحن دائما في إف كلوز. من هنا نبدأ ولكن غنمشي بالعكس نقرب العكس لأن هنايا هذوك الأزرار اللي كنقلب عليهم ما كاينينش. خصني نقرب العكس باش نوصل لهم الخط هنا. ها هما دابا وصلت لهم نموذج نموذج النص إلى الكلام النص إلى كلام. ندخل لها هكذا أسلوب ونتسنى حتى تفتح عندي. المهم هنا جاوني الاصوات والصوت اللي سجلناه يعني يكون درت ليه حفظ غنلقاه هنا مع هاد الاصوات هادو هما غيا الشباب نعم وهنا اوسوالد قديم سكوت الراشدين العميق الى اخره. المهم حنا غنديروا تجربه على الصوت غنكليكيو عليه غيا الشباب نعم
نشوفوا هذا، كليكيو عليه هكذا. وندرشير، ابداع مبسط. نهودوا لتحت هكذا انشاء، ونديروا انشاء هكذا، جار انشاء النص الى الكلام، ونتسناوه حتى يكمل. تحويل النص الى كلام متاح الان في صوت الخاص بك، فيلمها. وهنا غادي نديروا بلاي، هي كاينه هنا وسط الشاشه. تم رصد النص من دي، تم رصد النص من دي، وين يقراها ما قراهاش المهم. تم رصد النص من دي، تيقول لي نص من دي ولا الى اخره. ايها الاحباء، نحن دائما في خدمتكم ونبحث لكم على كل ما هو جديد وجميل. لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وتعليقاتكم القيمة، ولا تنسونا من خليص دعائكم. تحيه أخوكم أحمد خلوق، والسلام. وهذا هو التطبيق ديالنا. هنا غادي نهودوا نفس الطريقة، غنديروا نمشيو نقراو بلاكس، نقلبوا على واحد خيار التصدير نافذ فيلمها، يعني التصدير كتكون الفوق ماشي تحت، التصدير كتكون الفوق. أنا عندي التليفون ديالي بالعربية، غتكون على اليسار التصدير هذي، كليكي عليها. يعني كتشرحتها في الفيديو السابق، كليكيو عليها، نشوف اللي بغات تكليكي عليا. ها هي فيلمها، هنا عطاني الدقة ديال الفيديو 50 محدد 30 25 مفعلة 24 4 كماجسكول 2 كماجسكول محدد 1080 27 التصدير تصدير بي تي اكسبورتينغ كونسيل. نخليه حتى يجينا الخيار اللي كنقلبوا عليه. وهنا عندك الخيار بدون تصنيف، هنا بدون تصنيف. لما رصد الرمز ارسال، هنا ارسال. لما رصد الرمز تشغيل، هنا ما تعطينيش بدون تصنيف مع الاسف. لما رصد الرمز كاميرا، كاميرا هنا. لما رصد الرمز فيسبوك، هذا فيسبوك بالضبط، هذا فيسبوك على اليمين، عفوا على الشمال. تم رصد رمز المزيد من الخيارات، مزيد من الخيارات، كليكي على هكذا. فيلمها في الجزء العلوي ومشاركة في الجزء السفلي، مشاركة مثلا مشاركة واتساب. هكذا مع واتساب، واتساب، واتساب العثور على 53 بروين حالتي جهة بروين محددة واحدة محددة ارسال، ارسال بروين معاينة الوسائط ارسال، ندير لها ارسال هكذا واتساب. ممكن انني نحولو ام بي 3 ونحتفظ به وندير به بعد، داكشي اللي كيخصني باختصار الى اخره. فين غنلقى الفيديو ديالي؟ ملفاتي، هذا تخزين الجهاز، مكان التخزين هنا الكل، مكان التخزين الداخلي دي سي ام مجلد 08، كليكي عليها دي سي ام، وغنلقى واحد المجلد اللي هو فيلم راغو مجلد، هو فيلم راغو، وغنلقى 0200 هو مشغل الفيديو. ايها الاحباء، نحن دائما في خدمتكم ونبحث لكم على كل ما هو جديد وجميل. لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وتعليقاتكم القيمة، ولا تنسونا من خليص دعائكم. تحيه أخوكم أحمد خلوق، والسلام. وهذا هو التطبيق ديالنا، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ما تنسوناش من الدعاء ديالكم، وتحياتي واحتراماتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.